صلوا على حبيبنا، صلوا على محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عرفنا في الحلقة اللي فاتت تعليم التوراة عن الحرب والسلام، وفهمنا ان التوراة كان بتحض على العدوان وقتل الرجال والنساء والأطفال اللي في الجانب المنهزم، ونهب كل ممتلكاتهم وحرق المدن بتاعتهم. والمسيحية بتؤمن ان المسيح كان بيعلم اتباعه تعاليم السلام، لانه قال من ضربك على خدك الايمن فحول له الايسر، مع ان الشعوب المسيحية عمرها ما حطت التعليم ده موضع التطبيق، وعمرها في تاريخ المسيحية الطويل من اول ما كان للمسيحيين دولة وسلطة، عمر الشعوب دي ما مارست تعليم تحويل الخد الايسر، وكانت بتمجد رموز العنف والقسوة وقادة الحرب المذكورين في الكتاب المقدس زي موسى وداود ويوشع. ومش كده وبس، انما الكنيسة نفسها كرمت الابطال الوطنيين اللي دخلوا الحروب ونصبتهم قديسين على ايدين البابوات. طيب اذا كانت دي تعاليم الكتاب المقدس عن الحرب والسلام، فايه هي تعاليم القرآن المجيد عن الحرب والسلام؟ الحقيقة ان القرآن المجيد بيختلف في تعاليمه عن تعاليم التوراة والانجيل، فهو وسط بين الاتنين. فهو لا يأمر بالعدوان زي الكلام اللي مكتوب في التوراة، ولا هو بيعمل زي ما بتعمل المسيحية فيؤمر بامرين متناقضين. يعني يطلب مننا نحول الخد الاخر، وفي نفس الوقت يأمرنا اننا نبيع الملابس بتاعتنا علشان نشتري سيوف. فتعاليم الإسلام بتتوافق مع الفطرة الطبيعية للإنسان وتتناسب معها، وتدعو لنشر السلام بالطريقة الوحيدة الممكنة. فالإسلام بيحرم الاعتداء على الناس، لكنه بيشجع على القتال إذا كان القعود عن القتال هيعرض السلام للخطر، ويشجع الآخرين على الحرب. وإذا كان القعود عن القتال هيؤدي إلى الاستئصال التام لحرية الاعتقاد وحرية البحث عن الحقيقة، يبقى من واجبنا اننا نقاتل. ده هو التعليم اللي ممكن يتبني عليه سلام دائم، وده هو التعليم اللي بنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سياساته الخاصة وممارساته العملية. فهو صلى الله عليه وآله وسلم عانى باستمرار وبصبر طويل في مكة، ولكنه ما حاربش العدوان القاسي اللي كان هو ضحية بريئة له. ولما هاجر للمدينة وخرج العدو وراه علشان يستأصله شقفة الإسلام، كان قتال العدو في الوقت ده هو العمل اللي لابد منه من أجل الدفاع عن الحق وحرية الفكر والعقيدة. وحنعرض فيما يلي الآيات القرآنية اللي بتشتمل على موضوع الحرب. أولا في سورة الحج من الآية 40 لغاية الآية 42 نجد ما يلي: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالآيات دي بتقول إن ضحايا العدوان الذين يقاتلون مسموح لهم بالقتال لرد العدوان، وإن الله تعالى قدير على إنه يعين وينصر الضحايا دول اللي انطردوا من بيوتهم مش لأي سبب إلا بسبب عقائدهم. والتصريح لهم بالقتال هو طبعا عمل حكيم، فلو ما كانش الله تعالى بيدفع الظلم والقسوة عن طريق المخلصين من عباده الصالحين،
فمش هتبقى في العالم حرية للإيمان ولا للعبادة. وعلشان كده لابد أن الله عز وجل يعين اللي بيعملوا على إقرار حرية الفكر وحرية العبادة. وده بالتالي معناه أن القتال مسموح به لما تطول معاناة الناس من عدوان ظالم، ولما ما يكونش عند المعتدي سبب للعدوان ويكون هدفه من عدوانه هو التدخل في اختيار الناس لدينهم. والواجب على الناس إذا تقلدوا السلطة أنهم يقيموا في الأرض دعائم احترام حرية الدين والعقيدة، ولابد أنهم يحموا كل الأديان وجميع أماكن العبادة، ولا يجوز لهم استخدام سلطتهم أو قوتهم من أجل مجدهم الخاص، ولكن من أجل مصلحة الفقير وتقدم البلد كلها وإقرار السلام على الجميع. والتعليم دي واضحة ودقيقة ورائعة، وبتعلن للعالم حقيقة هامة، وهي أن المسلمين الأوليين اضطروا أنهم يحاربوا حرب دفاعية، لأن ما كانش قدامهم أي طريق تاني، خصوصا وأن الإسلام حرم عليهم الحرب العدوانية. والله تعالى وعدهم بالنصر السياسي ونوال السلطة، ولكنه سبحانه وتعالى حذرهم من استخدام السلطة لتعظيم نفسهم أو لاستعلائهم عن الناس، وإنما الواجب عليهم أنهم يستخدموا السلطة بغرض تحسين حالة المساكين وإشاعة السلام والتقدم في الأرض. ثانيا، جه في سورة البقرة الآيات التالية من الآية 191 للآية 194: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. والمعنى إن القتال لازم يكون هدفه الحصول على رضوان الله تعالى، وما يكونش بغرض رغبة في الانتقام أو لتعظيم شأن الناس شأن النفس. ولابد إن القتال ما يكونش على أساس العدوان، لأن الله ما يرضاش بالاعتداء على الناس أو بالعدوان على البريء. والقتال لازم يكون بين المتقاتلين فقط، لأن التعدي على الأفراد اللي مش مشتركين في القتال أو اللي مش موجودين في ميدان القتال ممنوع بأمر الإسلام، ولابد يكون فيه مقاومة فعالة ضد العدوان على الدين، لأن العدوان على الدين أخطر من سفك الدماء. وعلى المسلمين إنهم ما يحاربوش حد قريب من المسجد الحرام إلا إذا ابتدى العدو بالهجوم، لأن القتال قريب من المسجد الحرام بيتعارض مع الحق العام في الحج والعمرة والطواف بالكعبة المشرفة. ولكن إذا بدأ العدو بالهجوم يبقى للمسلمين الحق في الرد، لأن هو ده الجزاء العادل للعدوان. أما إذا توقف العدو عن الحرب فعلى المسلمين أنهم يتوقفوا برضه، ولازم ينسوا الماضي ويغفروا للعدو كل اللي حصل منه، إنما القتال يفضل مشروع لغاية ما ينتهي الاضطهاد الديني وتستقر أعمدة الحرية الدينية. لأن محاسبة الناس على أمور الدين متروكة لله عز وجل مش للبشر، واستعمال القوة أو الضغط في أمور الدين يعتبر خطأ فادح. وإذا امتنع الكفار المعتدين عن التدخل في أمور الدين واحترموا الحرية الدينية يبقى لازم المسلمين يكفوا برضو عن قتال الكفار، ومش من حقهم إنهم يرفعوا السلاح إلا على اللي بيرفع السلاح ويقصد العدوان. لكن لما يتوقف العدوان يبقى لازم القتال يتوقف برضه بشكل تام. ومن الواضح ان الايات القرانيه الكريمه اللي قلناها بترشد للقواعد التاليه: 1- تشن الحرب من اجل وجه الله تعالى، يعني في سبيله، مش من اجل اي دوافع شخصيه ولا للاستكبار في الارض ولا بغرض الحصول على اي فوائد تانية. 2- يجوز اننا نحارب اللي يبدأونا بالهجوم فقط، ولا يجوز اننا نحارب حد غيرهم. 3-
ويجوز لنا اننا نقاتل اللي يرفعوا علينا السلاح من افراد الجيش المقاتلين لوحدهم، ولا يجوز لنا قتال اي حد ما يكونش مشترك بالفعل في المعركة. 4، وحتى بعد ما يبدأ العدو الهجوم فالواجب علينا اننا نخلي مجال الحرب في اضيق الحدود، لانه من الخطأ توسيع رقعة القتال سواء من حيث المساحة على الارض او بالنسبة لنوعية الاسلحة المستخدمة. 5، لازم ما يكونش القتال الا مع الجيش النظامي اللي اخرجه العدو للقتال، ولا يجوز مقاتلة اي حد من بلد الاعداء ما يكونش مشترك في القتال. 6، اثناء الحرب لابد اننا نحافظ على حرمة كل الطقوس والشعائر الدينية واماكن وازمنة تأديتها، واذا حافظ العدو على الاماكن بتاعتنا المخصصة للعبادة والمناسك الدينية يبقى برضه على المسلمين انهم يكفوا عن القتال في الاماكن دي. 7، اذا استخدم العدو اماكن العبادة بتاعته كقواعد للانطلاق في هجومه يبقى من حق المسلمين رد الهجوم ده ومفيش لوم عليهم لما يعملوا كده، لكن لا يجوز القتال حتى في جوار الاماكن المقدسة. فمن المحظور بشكل مطلق ان حد يهاجم الاماكن المقدسة او يهدمها، والمقدسة مش يعني مقدسة عند المسلمين بس، مقدسة عند الطرفين، او يخربها او يوجه اليها اي فعل يضر بيها. لكن اذا استخدم العدو مكان مقدس وعملوا قاعدة لعملياته فده ممكن يجلب عليه رد مضاد، وفي الحالة دي يبقى العدو هو المسؤول عن اي تلف للمكان مش المسلمين. 8، اذا ادرك العدو خطأه في اتخاذ مكان مقدس كقاعدة لعدوان وتنبه للخطر اللي ممكن ينتج عن كده فابتعد عن المكان المقدس ده، يبقى على المسلمين انهم ياخدوا التغيير ده برضه في الاعتبار، ولا يجوز للمسلمين انهم يهاجموا المكان ده لمجرد ان العدو ابتدى هجومه منه. لكن حرصا على قداسة المكان لازم المسلمين يغيروا جبهة القتال وينقلوها بعيد عن المكان المقدس ده بمجرد ما العدو يبعد عنه. 9، لازم قتال العدو المعتدي يستمر لغاية ما ينتهي تدخله بالإكراه في الدين وفي الحرية الدينية، ولما تتحقق حرية الدين ولما العدو يعلن تخليه عن الإكراه في الدين ويبتدي يلتزم بمبدأ الحرية الدينية ويسلك بمقتضاه يبقى لازم الحرب تنتهي معاه رغم ان العدو هو اللي بدأها. طيب احنا قلنا اولا وثانيا، دلوقتي نقول بقى ثالثا. مجموعة الآيات اللي بتتكلم بعد كده عن تعليم الحرب والسلام في الإسلام موجودة في سورة الأنفال من الآية 39 إلى الآية 41، وبتقول ما يلي: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ومعنى الآيات دي إن الحرب بتكون مفروضة على المسلمين، ولكن إذا توقف العدو وانتهى عنها يبقى على المسلمين إنهم يعملوا نفس الشيء، ولازم يغفروا للعدو كل الأخطاء اللي صدرت منه في الماضي. ولكن إذا العدو ما انتهاش من عدوانه وفضل يكرر الهجوم يبقى لازم يفتكر يعرف مصير أعداء الأنبياء السابقين اللي نزل عليهم عقاب الله تعالى. ومن حق المسلمين إنهم يستمروا في القتال لغاية ما ينتهي الاضطهاد الديني، أو طالما إن الدين مش متروك لله تعالى، أو طالما إن العدو ما بطلش يتدخل في أمور الدين، أو إذا كان بيمارس الإكراه في الدين. فإذا انتهى المعتدي يبقى لازم المسلمين يوقفوا القتال، ومش من حقهم يستمروا في القتال بسبب إن عقائد العدو باطلة أو غلط. فالله يعلم جيدا قيمة العقائد ووزن الأعمال، وهو سبحانه
اللي هيجزي كل واحد عليها بفضله، ومش من حق المسلمين انهم يتحرشوا بناس تانيين بسبب دينهم مهما كانت عقائد الدين التاني عقائد زائفة في نظر المسلمين. واذا استمر العدو في الحرب بعد عرض السلام عليه فلازم المسلمين يكونوا على يقين من النصر مهما كان عددهم قليل، لان الله هيعينهم حتما، وايه احسن من عون الله ونصره. وبالمناسبة الايات دي نزلت ايام غزوة بدر اللي كانت اول معركة منظمة بين المسلمين وبين العدو، وكان المسلمين فيها ضحايا هجوم ملوش اي مبرر، فالعدو كان عايز يدمر سلام المدينة والمنطقة المحيطة بها. ورغم كده كان النصر من نصيب المسلمين، والقادة الكبار من رجال العدو لقوا مصرعهم. ومع ان الانتقام من عدوان زي ده كان امر طبيعي وعادل وضروري، اذا بالمسلمين يتلقوا امر الله تعالى بانهم يوقفوا القتال اول ما العدو يوقفه، وكل ما على العدو انه يلتزم به هو منح حرية الاعتقاد والعبادة. رابعا، في سورة الانفال برضه وفي الايات 62-63 بنقرأ قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. والمعنى إنه لو مال المشركين لإنهاء القتال قبل موقعة معينة أو بعدها وعرضوا السلام، فالواجب على المسلمين إنهم يقبلوا عرض السلام حتى مع وجود خطر احتمال الخداع، فلازم يحطوا ثقتهم في الله ربهم، لان الخديعة مش هتنفع الكافرين ضد المسلمين اللي بيعتمدوا على تأييد الله ومعونته، فانتصاراتهم مش من نفسهم ولا من قوتهم ولا بسبب عددهم، وانما بيجي النصر من عند الله تعالى اللي بيأيد رسوله واصحابه الكرام، واللي وعد انه هيساعدهم ضد اي خداع او خيانة للعدو. وعلشان كده كان لابد من قبول عرض السلام، ولا يجوز رفضه بحجة احتمال انه يكون مجرد حيلة بيلتمس بها العدو كسب الوقت او كسب فرصة علشان ينظم صفوفه ويستأنف الهجوم. والتركيز على السلام في الايات دي ما كانش من غير معنى، لان الايات دي نزلت قبل السلام اللي وقع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فالله تعالى أخبر رسوله هنا إن هيجي الوقت اللي هيطلب العدو فيه السلام، فلا يجوز رفض السلام على خلفية إن العدو كان هو المعتدي وهو اللي ابتدى بالعدوان وإنه أصر على عدوانه أو إنه ما كانش جدير بالثقة. فالصراط المستقيم اللي بيقره الإسلام بيلزم المسلمين بإنهم يقبلوا عرض السلام، ومتطلبات التقوى والحكمة السياسية بتحبز قبول عرض السلام ده. خامسا، في سورة النساء وفي الآية 95 بنقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني لما يروح المسلمين للحرب فلازم يتبينوا، وسيلة التبين هي إنهم يوضحوا للعدو عبثية الحرب وسوء نتائجها الوخيمة، ومع ذلك فالعدو بيصر على الحرب ومصمم عليها، وحتى في الظروف دي من واجبهم إنهم ما يرفضوش عرض السلام لو جالهم من فرد أو من مجموعة، ومش من حقهم انهم يتحججوا بان العرض مش صادق. ولو رفض المسلمين عرض السلام يبقى قتالهم في الحالة دي ما هواش في سبيل الله، وانما في سبيل النفس وفي سبيل المكاسب الدنيوية، ولازم يعرفوا ان المغانم الدنيوية بتيجي من عند الله تعالى تمام زي ما بتيجي الهداية الربانية من عنده سبحانه وتعالى، فمش لازم ابدا يكون قتل العدو هو الهدف. فالشخص اللي يتقتل النهاردة كان ممكن يهتدي بكرة لو انه فضل على قيد الحياة، وهل المسلمين نفسهم كانوا ممكن يهتدوا للإسلام لو ما كانش الله تعالى خلاهم أحياء؟
ولذلك على المسلمين انهم يمتنعوا عن القتل، لان النفس اللي يسيبوها على قيد الحياة ممكن تتحول لنفس مهتدية. والله تعالى وحده هو اللي بيعرف اعمال الناس وايه هي غايتهم ونيتهم ودوافعهم على اللي بيعملوه. فالايات بتعلمنا انه حتى بعد ما تبتدي الحرب من واجب المسلمين انهم يتأكدوا كويس قوي ان العدو مصمم فعلا على العدوان. فغالبا ما يكونش فيه نية عند العدو العدوان، ولكن شروع العدو في الاستعدادات للحرب بتبعث على الخوف والانزعاج. فعلى المسلمين انهم ما يخرجوش للحرب الا اذا تأكدوا ان العدو خطط للعدوان والهجوم، واذا تبين ان الاستعدادات بتاعت العدو كانت للدفاع بس، او ان العدو قال كده يعني قال ان الاستعدادات دي مش للعدوان، فعلى المسلمين انهم يمتنعوا عن الحرب ويقبلوا كلام العدو. ومش من حق المسلمين انهم يحتجوا بانه ما فيش سبب للاستعدادات غير العدوان، فربما نوى العدو العدوان وبعدين عدل عن نيته. مش بيحصل ان النيات بتتغير باستمرار؟ مش حصل كذا مرة ان اعداء الاسلام اصبحوا من اتباعه؟ سادسا، بيقول القرآن المجيد في عدم انتهاك المعاهدات: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. سورة التوبة الآية 4. المشركين اللي دخلوا في اتفاق سلام مع المسلمين وحافظوا على عهدهم وما ساعدوش أي عدو ضد المسلمين، فمن حقهم ينولوا نفس المعاملة الطيبة من المسلمين. فمن مستلزمات التقوى على المسلمين أنهم يوفوا من جانبهم باللي عليهم في الميثاق اللي عهدوا عليه المشركين نصا وروحا. سابعا، بيأمر القرآن المجيد بما يلي بخصوص العدو اللي عايز يفهم رسالة الإسلام رغم أنه في حالة حرب مع المسلمين، فبيقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني على المسلمين واجب أنهم يمنحوا حق اللجوء إليهم لمدة مناسبة تكفي لغرض الشرح والإيضاح. إذا طلب حق اللجوء حد من أفراد العدو المحارب يكون عايز يسمع رسالة الإسلام للدراسة والتمعن. ثامنا، بيقول القرآن المجيد عن أسر الحرب: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الأنفال 68. يعني لا يجوز أسر حد إلا من المقاتلين اللي يكونوا مشتركين فعلا في ميدان القتال. فالله تعالى ما شرعش الحد من الأنبياء أنه ياخد أسرى إلا من الأعداء المقاتلين اللي اشتركوا في العدوان وسفكوا الدماء. كمان حرم الإسلام خطف الأفراد من القبائل المعادية، ودي العادة اللي كانت منتشرة قبل الإسلام وفضل غير المسلمين يمارسوها بعده. فلا يجوز شرعا عند الله تعالى أن حد يتاخد أسير من غير حرب وقتال. تاسعا، وضع القرآن المجيد قواعد عشان إطلاق سراح الأسرى، فقال: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فالوضع الأفضل في الإسلام هو إطلاق سريح الأسير من غير فدية، منا يعني بدون فدية، لكن جايز ده ما يبقاش ممكن في كل حالة. فلذلك سمح الله تعالى بقبول الفدية. عشرا، في نص قرآني بيختص بأسر الحرب اللي ما يقدروش يدفعوا الفدية وملهمش ولي يقدر أو يوافق على دفع الفدية، وغالبا ما بيدفع قرايب الأسير فديته علشان يطلقوا سراحه. ولكن بيحصل أحيانا إن بعض القرايب دول يفضل إنه يسيب قريبه أسير ربما علشان يختلس أمواله في غيابه،
فحتى الأسرى دول فتح القرآن المجيد السبيل قدامهم علشان ينولوا حريتهم. فبيقول بيقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني الأسرى اللي ما يستحقوش يطلق سراحهم من غير فدية، ولكن ما لهمش حد يدفع الفدية بالنيابة عنهم، فبإمكانهم ينولوا حريتهم إذا وقعوا على إقرار يتعهدوا فيه بأنهم يدفعوا الفدية إذا سمحوا لهم المسلمين أنهم يشتغلوا ويكسبوا. وده طبعا إذا كان عندهم حرفة ملائمة وعندهم القدرة على العمل والكسب. فإذا تبين أهليتهم وإن عندهم الإمكانيات على العمل والكسب، فممكن أن المسلمين يساعدوهم على العمل والكسب بأنهم يمدوهم باللي يقدروا عليه من عناصر العمل والربح. وكمان على الأفراد المسلمين اللي عندهم أموال ويقدروا يساعدوا الأسرى دول، فعليهم أنهم يدفعوا عنهم أو يتم إنشاء اكتتاب عام يشترك فيه المتبرعين المسلمين من أجل مساعدة البائسين دول علشان يقفوا على رجليهم ويحرروا نفسهم. احنا عرضنا في الجزء اللي فات من الحلقة دي الآيات القرآنية الكريمة اللي بتحتوي على تعاليم الحرب الحرب والسلام في الإسلام، وهي بتوضح لنا الظروف والشروط اللي بيسمح فيها للمسلمين انهم يدخلوا في حرب دفاعية، وبترسم لهم الحدود اللي لازم يراعوها لما يضطروا يخوضوا الحرب. وكل حرب يشترك فيها المسلمين لازم تكون حرب دفاعية، فالعدوان محرم تحريما قاطعا ومانعا. والله سبحانه وتعالى نهى عن العدوان بكل وضوح، وقال في الآية 191 من سورة البقرة: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعلشان كده في كل مكان من القرآن الكريم يكون مذكور فيه أي شيء عن الحرب أو القتال، لازم يكون مفهوم ضمنا أن القتال والحرب دول هما بغرض الدفاع فقط ولصد هجوم الأعداء فقط، لكن مش للعدوان ولا لنهب ثروات الغير ولا للتدخل في شؤونهم ولا لإكراههم على قبول الإسلام. طيب، دي كانت الآيات القرآنية اللي بتتكلم عن ظروف الحرب والسلام وكل الأمور اللي بترتبط بالحرب والسلام. ولكن إيه اللي قاله سيدنا رسول الله عن موضوع الحرب والسلام؟ طبعا كلام الرسول وأحاديثه وتعاليمه لابد إنها بتتفق مع كلام الله تعالى، وكل اللي بتعمله الأحاديث هي إنها بتشرح وتوضح الآيات الكريمة. لكن ده موضوع طويل شوية، والوقت اللي فاضل من الحلقة مش هيسمح لنا إن احنا نقرأ الموضوع ده بشكل متكامل، فهنضطر نأجله الحلقة الجاية إن شاء الله. فتابعونا في نفس المكان وفي نفس الزمان علشان نستكمل مع بعض قراية كتاب حياة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى أن نلتقي مرة أخرى، لكم مني أفضل الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.